السلام عليكم. ثلاثة إعدادات موجودة على هاتفك تراقبك باستمرار وترصد تحركاتك وتستمع إلى جميع المكالمات وجميع عمليات البحث اللي أنت بتعملها على الهاتف، سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو إنستغرام أو أي تطبيق تستعمله. كل هذه التحركات والمكالمات يتم رصدها من خلال هذه التطبيقات، وطبعا هذه التطبيقات في حالة احنا ألغينا تفعيلها راح نشوف الفرق في حرارة الهاتف. الهاتف ببطل يسخن، ببطل يصير فيه حرارة، والبطارية طبعا بيزيد وقت استعمالها، يعني بدل ما تكون مثلا 24 ساعة ممكن تكون 48 ساعة. هلأ بدنا نروح على الضبط، من هون نضغط على الضبط. هون في عنا جوجل، نضغط على جوجل. هون في عندي جميع الخدمات، نضغط عليها، ننزل إلى أسفل إلى الخصوصية والأمان. الخصوصية والأمان، أول شيء في عندي الإعلانات، بعدين الاستخدام وبيانات التشخيص والتخصيص باستخدام البيانات. التحقق من رقم الهاتف ما راح ندخل عليه، ندخل أول شيء على التخصيص باستخدام البيانات، نضغط عليها. راح نلاحظ هنا في عنا التطبيقات اللي هو الجيميل والكروم وجهات اتصال جهاز وسائط خارجية. جميع هذه التطبيقات لازم نلغيها أو نلغي تفعيلها، يعني هيك بتصير غير مفعلة. أول كانت مفعلة، هلا بنرجع إلى نرجع إلى الاستخدام وبيانات التشخيص. الخطوة الثانية بنلاحظ هنا الاستخدام وبيانات التشخيص. طبعا ما بدي أقرأ كل هذا الكلام، لأنه يعني الكلام هذا إذا أنت بدك تطبقه معناته لازم تفعلها. هيك بتكون مفعلة، هيك بتصير غير مفعلة. هذا كل شيء بالنسبة لهاي الإعداد، لهذا الإعداد. الآن نذهب إلى الإعلانات، نضغط على الإعلانات. في إشي اسمه عنا إعادة ضبط المعرف الإعلاني، أو ندخل إلى، بإمكانك تدخل إلى حذف المعرف الإعلاني، لكن إحنا بدنا ندخل على إعادة الضبط. هل تريد إعادة ضبط المعرف الإعلاني؟ سيؤدي هذا الإجراء إلى استبدال المعرف الإعلاني للجهاز برقم عشوائي جديد. سيظل بإمكان التطبيقات عرض إعلانات، ولكن قد لا تكون مرتبطة باهتماماتك لفترة من الوقت. يعني هو إيش عرفه؟ لما بيعطينا إعلان مرتبط باهتماماتنا، لأنه هو بيعرف كل حركاتنا على الجهاز. هنا بنضغط على تأكيد، وبعدين بنروح على حذف المعرف الإعلاني. إذا أنت حاب تحذفه بتحذفه، مش حاب خليه، ما في أي مشكلة. وبهذا بنكون طبعا احنا انتهينا من الفيديو وفعلنا يعني أو ألغينا تفعيل ثلاثة إعدادات كانت تسبب مشاكل كثيرة للجهاز، خاصة في ارتفاع حرارة الجهاز، وكذلك خصوصيتك الآن أصبحت في مأمن. أتمنى إذا أعجبكم الفيديو أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد، وما تنسوا اللايك، وأرجو أنكم تكتبوا لنا تعليق يعني يسر البال. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.